ما قلنا انه يحضر عند الميت. الان انت ما غلت في علي وانت تقول انه يحضر عند الميت، وانه لما قال الله تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ان علي داخل في الناشطات نشطا، ولما قلت امس ان علي رضوان الله تعالى عليه وهو فوق رؤوسنا وحبيبنا، انه يحاسب الناس مع الله يوم القيامه، اليس هذا غلو؟ الله تعالى يقول ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم، وأنت تقول علينا يعني الله وعلي، علينا هم اللي يحاسبون. إذا الله تعالى هذا كلام أمس، وأنا أطالب الدكتور يعيد الحلقة التي أمس. هذا شيء. شيء آخر، أنت الآن تقول بأن الصحابة مسلمون. أسألك سؤال، هل هم مؤمنون حقيقيون أم أن كما ذكرت بالأمس هم يظهرون الإسلام، ظاهرهم الإسلام، كما أن عبد الله بن أبي بن سلول ظاهره الإسلام، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامله كمسلم، كما أن بقية المنافقين ظاهرهم الإسلام. أنت الآن لما تقول لا الصحابة مسلمون، أخشى أن يكون نوع من التقية، فاعتبرني واحد من طلابك، واحد من أبنائك، واحد جالس كذا في الحوزة عندك ورفع يده بكل أدب وقال يا شيخ علي نورني علمني. هل الصحابة هم مؤمنون حقيقيون؟ عمر اللي احنا نتكلم عنه مؤمن حقيقي يا شيخنا يا علي يا كراني، أم أن فقط يظهر الإسلام وأنت متوقف هل هو مسلم ولا كافر؟ أجبني، اعتبرني واحد طالب صغير عندك كذا في الحلقة وسألك هذا السؤال. أول شيء اسمع علي، اسمع، أنا قاعد أسمع، أنت تكلمت في عدة خمس دقائق متواصلة، أعطينا نستفيد منك بس نستفيد من علمك قبل أن ينتهي البرنامج. كل وقت حتى جاوبكم على أسئلتكم. شكرا. طيب أول شيء أنت يبين عليك شيخ جنتلمان. شيخ إيش؟ ولكنه أريد أن يكون مستواك العلمي أكثر. شكرا دائما. اشكرك لذلك انا جيت هنا حتى استفيد منك ترى، يعني انا صح معي دكتوراه في العقيده ولله الحمد ودرس في الجامعه من 14 سنه وحافظ لكتاب الله، لكن ما يمنعني استفيد منك ايضا. انا اعتقادي في عمر هل هو مؤمن حقيقي ام فقط مسلم يظهر الاسلام؟ اجبني على هذا السؤال. هل عمر ممكن يدخل الجنه؟ عندك احتمال انه يدخل الجنه؟ اسمح لي، أبو طالب ناصر رسول الله صلى الله عليه وآله. لا أنا ما أتكلم عن أبي طالب يا دكتور، يا شيخ علي كوراني لا تطلع على الموضوع، أنت بتسوي لي زي الحلقة اللي قبل أمس لما بدأت تلف وتدور. أجبني، عمر مؤمن حقيقي ممكن يدخل الجنة أم أنه كان يظهر الإسلام فقط مسلما؟ أجب سؤال ما يستغرق منك ربع ثانية، هو خليك تكمل. أجبني، ما هو أركان الموافقة؟ رب العالمين يوافق عمر ووبخ نبيه؟ جاوبني. لا تطلع على الموضوع رجاء، انت عالم من العلماء وتربيت على علماء ولك مؤلفات وعندك طلاب وتعرف اصول البحث العلمي والمناظره. اجبني سؤال واحد بس، اعتبرني طالب من طلابك الصغار في الحوزه. الان هل عمر مؤمن حقيقي ام فقط مسلم يظهر الاسلام كما كان عبد الله بن ابي بن سلول اللي قال الله تعالى عنه وماتوا وهم كافرون؟ ان تعتقد هذا في عمر؟ لأنك قلت أعتبر الصحابة مسلمين، ما تكفيني هالكلمة، أقنعني نورني أخي علمني. هل هو مسلم بس يظهر الإسلام أم أن عمر مؤمن حقيقي ممكن يدخل الجنة؟ أجب على هذا السؤال. أجبني على سؤالي. سبحان الله يا شيخ علي، يعني خذني على قد عقلي واعتبرني طالب من طلابك ويعني نورني بحمدك علي. سؤالي أن الإسلام كان عزي ذليل في مكة وعز في عمر، وإن كان عمر بالحصار واللي هرب من الحروب كيف عز به الإسلام؟ طيب أنا سأسألك سؤال، هل أنت الآن ذكرت أن ما تريد عطني دكتور دقيقة، الآن أنت ذكرت أن عليا يحضر عند الموتى، هل حضر علي عند موت عيسى عند موت موسى عليه السلام؟ هل حضر عند موت شعيب؟ هل حضر عند موت الأمم السابقة؟ هل حضر عند موت كفار المسلمين؟ يعني قبل لا ينورد علي، هل كان علي يحضر عندهم أم لم يكن يحضر؟ الموضوع عن عمر، وأنا سألتك عن معنى الموافقات، موضوعنا عن عمر، وأنا سألتك عما قلته من موافقات رب العالمين. صراحة يا أستاذ علي أنا كنت أظنك أشجع من كذا صراحة، أنا أشوف صورتك في المونيتور عندنا بلحية بيضاء وعمامة وشيخ كبير، وكنت أظنك ستكون شجاعا في بيان الحق. أوكي خلاص. وكنت أظن أن الموعظة التي بالأمس لما ذكرتك بلقاء الله والموت والدار الآخرة شيخ الكراني، لكن أنت إلى الآن شرف وتدور وأنت راح تجاوب، ما أدري يا الواحد يكون يا شيخ.